السلام عليكم. في ناس بتحب ترسم في البنت وبعد كده تاخد كوب وتحط في الورد، في طريقة ان ارسم جوه الورد مباشرة؟ هاجي هنا من فايل بقول له اوبشن كاستمايزبل واعلم على درو، تقدر تختار مثلا الحاجات اللي موجودة جواه، اقول له اوكي. هاجي هنا على قائمة درو وهقول له انا درو عايز ابدأ ارسم، وتقدر ترسم اللي انت عايزه. وليكن حاجة مثلا بالشكل دوت، تمام. وبعد ما تخلص تخرج من الأمر هتلاقي ده متعمل كصورة، تقدر تصغرها وتكبرها زي ما انت عايز، كأنك انت رسمت على برنامج، أي برنامج من برامج، خدته كوبي وحطيته جوه برنامج الوورد، تقدر تكبر وتصغر وتحدد هو هيبقى مثلا اللي اوت اوبشن هيبقى عامل ازاي في نفس السطر ولا لا، وهكذا.